نروح للحوت بعد كده. الحوت النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم، القمر بيدعمهم عاطفيا ومهنيا، فده بيديهم طاقة بدنية ويقدروا ينجزوا على أكمل وجه شغلهم، ويقدروا يعملوا خطوات حاسمة ويدوا كمان حماس للناس اللي حواليهم. أما على الصعيد العاطفي فالنهاردة بما أن القمر في منزل الحب فبيديهم طاقة عاطفية هايلة وقدرة على التواصل حلو مع الأحباب، كمان لو عندهم أولاد هيقدروا أن هم يحققوا تفاهم أفضل مع أولادهم.